بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات بقول باتن يلبو إلى آيات بقول صدن يأفر سورة النساء آيات دي هراء الشيطان كان لغو شيغي الله هو شيغي وهي عبوديان شيطان مري لعنه الله إله رحمة كديري مالك الشيطان وحكور لارثي لأتخذن من عبادتك نصيبا مفروضا قيب حوغلي نصيبا قيب حددا وأنك إيترسا وحوجد ولأضللنهم وانلومين ولا أمنينهم ويدي لجل ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله إلهي أبوك يسيب بدليان وهوي أبوك ألا يبدليان بالمثل حولها بيقار تيحي سنمهب البالي قار وإن عبيك قوين سنمهب البالي قار إنت قول عام بيديه سنمك أمبا عونك رأي وحي اللي جينا مركا وحاكم إذا وقت جانا حاضر كأه فلا يقول إنه خلق الله قبلها يسعد ذي أو واحد إسمارية وكمد وقوة وقدر وين واللي بوحى على تجربة قبلها دولة إسمارية كنسل ديجة يخاذن قبلها كل الكم حمل كران قبلون محمل كران مرك دمنا برويم بيعلن فلا يقول إنه خلق الله وين مرك آية دوحى لقبل الله بي مؤمنين تي والذين كوا آمنوا مؤمنوا بي وعملوا عمل فلي الصالحات عمل وناكسن سندخلهم اللوحا نقلين بويري جنات جنوين تجري أسعط من تحتها وسطيضة الانهار واديال من تحت أشارها قيد هيدا إيو دار هيدا وسطيضة أيد واديال سعلان نوعية كالدونة خالدين ويكواري فيها جنة أبدا والقود وعد الله الله وعد الله وعد الله ألا بلنقات كي سوي حقا حاله حقيا وبلنقات اللي قفك مؤمنك وعمل كيس الصالح إنه جنة قالوا كواره وعد الله إلهي بلنقات كي سوي حقا حقيا ومن أستق قفك كرهم بدن من الله اللي قيلا حق أرادة عريا كرهم بدن الله يفرن لها أها وهو إنه يري عمل صالح إيمان هذا اللتي ما دا جنة كوارث محينو تائسوها الله إلا أنه مركز inta wax kale raadinayna oo jannada meel kale u soo marayna iimaan iyo amal saaliha kaliya la inaga raba walidina aamano kuwa mu'minoobay wa amalu amal fali as-salihati amal wanaagsan allah wuxuu risan udfilihum waxaanu galin jannatin jannooyin tajri ay socoto min tahtiha asjariha wa qusuriha geedaha iyo daaraha dhexdooda ay wadi waadiyal socdaan alanhaar خالدين فيها ويكواري أبدا ولقون وعد الله إلهي بلنقاتك سوي حقا حق ويوار ومن أحد كيبا أستق كرف بضن من الله لقيلا حق أراد ليس ماها أن حالكم بأمانيكم يدي ديلا دينا ماها ولا أماني أهل الكتاب أهل الكتاب كي يدي ديلا دينا ماها من يعمل قفك عمل فلسوء حمان يجذب به ولقاء بالمرن ولا يجد هل أمها يلله يسرع حالوس ونادم دون الله ألا سكديس وليا كالمي ولا نسيرا قرقاري أيضا وحي كتلم يهود با وحي لهذه نبقى يقع النبقى إنا كفض البدن دين تيداتي إنا كوه الرئيسي أنا قا أهل حقه أنا قا الله فعلنا الله إذن كحقنا مؤمنينتنا أصحابتنا وحي لهذه نبقى يقع وخاتم الأنبياء وخير خلق الله كتاب كيغو كتبتي ني هورو اودن يوبا عكس مريبا marka sa alla wuxuu leeyahay waxa ma aha xaq waxa tamannidaadu kaliya kaliya qofka fiican ay qumani waxa weeye ee wanaagsani ee fiican waxa weeye qofka amal wanaagsan sameeya qofkaas waa wanaagsan ee sidaasan ahay meel hebel baan ahay qul heblaayaan hay xaaladu ma aha ayadun markii soo dagsay من يعمل سواء يجبه أو بكر صديق بايل يا رسول الله وحكست أحمانه وصمينه يانا لقاء بالمارين والكاسور ورسداء ماها سو مبكوتي ها قدح لكم الدحتا وابالمارين وين قدح لكم الدواء بالمارين داد بكوتو وابالمارين
xoolahaaga haday wax gaaran waa abaalmarin wax kasta oo dib ah oo ku gaara waa abaalmarinta la sheegay marka qofka muuminkii dhibaatadu markay ku dhacdo dambilaan isaga abu soobix waa laga wada dhaafay adduunka baa laga dhaafay laysa ma aha bi amaanigu dadkan muuminiinta oo waxaad idinku yidhi diilataan oo iska sheegataan ma aha walaa amaanigi ahli kitaab ahli kitaabka yidhi diiladoona ma aha oo qolo waliba ay leedahay anaga fadli badan iyo nabiga iyaga fiican xaaladu waa tan ma yacmalu ma yacmal qofkii amal fala suu'an xumaan yujabihi waa laga abaalmarin walaa yajid heli maayo lahu xaalu isaga u sugnaaday muduni illaa ila qayrkii weliya wuxuu kaalmay walaa nasiina xaaladu waa sidaa qofkii xumaan sameeyo waa laga abaalmarin aniga ummad hebel iyo sidaas waxba qaban mayso ومن يعمل قفك عمل فلا من الصالحات عمل وناكسن ومن ذكر قف لبأه أو أنثى مددقة وهو قفكنا مؤمن مؤمن يهي فأولئك كواس يدخلون الجنة جنة يقل ولا يظلمون للظلمين ما ينقير قدر نقير دلالك الافتمرات ككوية لدبر ككوية لإنتا إن لك حتى لقى ظلمين هاي حال الدواسي داسو قفك عمل صالح مركو سمية رقية دمر حق عبادته لقوم كلا سفيه رجيا دمر حق عبادته هي توحيدك هي الله من سنانتي سلقوم كلا سفيه قفر بعملك ولي ما دافع عن بو الله كاب المرنية من يعمل قفتي عمل فلا من الصالحات عمل ونافن يعني بعض الصالحات صالحات من تاسع طبيعي ذي علينا ومن ذكر قف لبعة أو ثائم الدد وهو مؤمن تاسع عملك صالح إلا شيء إيمان الآن لا أقبل ماي waxa ka hadduu sameeyo nin deeqsi ahaayo ihsaan badna ya nabiga lagu yiri hebel de wixii uu sameeyay khayrka wax ma u tarin maybu markii liya ilaahu damigeega dhaaf ma dhihin bu marka amalka saaliha si ka sabaha ahaade iman aan la aqbali maay waaya guriga ma taqaan ayada ka baxday dooga badan quruxda badan qiimad ma la dhigay ka baxday ملك عملك أن توحيد له إن وعي قري ومن يعمل قفكي عمل فلا من الصالحات ومن ذكر أو أنثى وهو مؤمن مؤمنة فأولئك كواس يدخلون الجنة جنة قليا ولا يظلمون للظلمين ما ينقيرا قدر نقيرا لفتا تمرت الدلال ككيال ومن أحد كيب أحسن كفي عن دينا حق الدينهان ممن أحد أسلم خالص يلي وجهه قصد كيس يدين كيس لله الله خالص وجه يعني قصد كيسة مش وجه هيسين هاي وهو أنا محسن الموحد وياي هو تبع الراعي ملة إبراهيم إبراهيم دين تيس الراعي حنيفا حاله يا إبراهيم حق ثاء عباد الخلاح ذا واتخذ الله الله وكرك إبراهيم إبراهيم خليلا وكرك سبحانه وتعالى قفك موحد كأه عمل كي أسميه إلهي أخلصه عمل كيس إلهي بأخلصي وانا موحد محسن كوا موحدة ودينتي النبي إبراهيم راعي قفك كفي على واك نبي الله محمد بالامر اتبع ملة إبراهيم نبي الله محمد بالقول الدين الحنيف ودينتي النبي إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا خليل كاللقاها وحال ليلة أحد كا حب جين إصلاح قلي أو وحي الدبانة كلبي وحي كوناجيانة كوناجين مركا الله سبحانه وتعالى خليل الرحمن وإبراهيم وين نبينا وحيري قد اتخذ الله صاحبكم خليلا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم صاحب وحديث صحيحة صاحب كين محمد إلى خليل بكر لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا دان خليل سمي صلى الله عن الله هين أبو بكر بن خليل كان الهاب أبو بكر نفي مال بويه ريبون أبو بكر nafiy maal booy hore dad koodano i beeniyay isagu rumeyay buu daculi saahibi buu nabab iidaaya saahibkay Abu Bakar Siddiq qolo shiica la yiraahdo oo dadku islaam ay moodayaan waxay diinta ku soo galaan la ilaaha illa allah wa anna aliyan waliyullah wa anna abu bakar wa umar fi annar wa anna hafsa fi annar ka sidaas qorrihi uma dhicin iyo nabigu uma soo bixin بعد النبي إنك فضل بدن أبو بكر صديقه أبو بكر ونوعه قال له وحوله ومن أحد كيبا أحسن كفي عن دين أهان ممن أحد أسلم
وخالص يالي وجهه وقصة كيسة يدين تيسة لله الله وخالص يالي وهو أنا محسن موحدة ووطبع راعي ملة إبراهيم إبراهيم دين تيسة راعي حنيفا حاله إبراهيم هاي بعد الكل لا يحدى حق لا يحدى حنيفا تمعنيه سايه واتخذ الله الله وكيش إبراهيم خليلا ولله الله وحاسقنا ذي ما في السماوات السماء وحاسقنا وما في الأرض أرض وحاسقنا وكان الله الله وحوا هذا بكل شيء شيء لا كل بعيدا كي كوابي شيء والبوق يا علم جيسا كوابي شيء والله مرك آيات وحيت المام يسا وحيابها في عن الناس وشيء الله واسكالوين الله واسودي أرض ذي الله عابد وخذ بحجنه كوأن وحمت هرئن وحمت هراء ما حد يسقها لين ولله الله وحاسقنا ذي ما في السماوات السماء وحاسقنا وما في الأرض أرض وحاسقنا وكان الله الله واحد بكل شيء شيء لا بعيدا كي كوب بعلمي ويستفتونك ويكون علمي ويدين فدي على إذا وعلمي ويدين يستفتونك النبي الله محمد ويكون علمي ويدين في النساء دمرك دمرك أي حقوق ضارة يكون علمي ويدين يستفتونك في النساء قل وحاتنا الله الله يفتيكم إذين في ديوانا يؤذين شيء فيهن هواك إذين كف ديوانا وكي سورة بالله قادي ويحوردن هواك حقوق ضاري وما شينا والإذين في ديوانا يطلع عليكم دفشين اللقو أقريي في الكتاب كتاب كالحديثة في يتام النساء هواك أغان طوضة الله تي أغان تي لا تتونهن أيضا سينين ما كتب لهن وحي لو واجبيه ومهر كودها وترقبون هدنا أدن عبتهين أن تنكحوهن إن أدقورستان والمستضعفين والذين دردارمي والذين فدودي كوة ضعيفة من الولدان العرورة وجاهلوا أين الدحال كسينين وأن تقوموا إن أدستاكتان وقمتان بالذين فدودي للتما أغانت بالغسل وكيلا سوما ريو مركي كعلم ويديان وابل فيديوهي بالي هورا بالله فيديوهيو سوره الاول كيدي با حقوقي دمر كو دشهت وما يتلى عليك في الكتابنا في تواكين سومريو قبلها اغونتود هديدان حق سينين قبل كلا غورسده او يغ حقوده بداي ايدن وحي تلماميس وح جاهل كو دقمي جيرينو نيمبا غبد اغونا يو هيا مهركو قبل لكن اسغا وخيغا غبد خولاي لهدا marka gabadhaas waadayna jamaal iyo qurux lahayn ninka loo ka gadan oo aan mihirsiinin buu ka gadan haday jamaal iyo qurux leedahayna isaga guursan xoolaheedana qaadan marka hore waxa loo yiri hadii gabdhaha aydan xuquuqdooda siinaynin gabdha kale guursan ka xumaadaba la kuma nisaay gabdhaha hadayna xuquuqdooda siinayn agoonta ha guursanin ee faraha ka qaado xaqooda u daaye waka wayastaftunaka way ku fidiyo way ka fidiyo dalbeen finisaay way saftuna way ka fidiyo dalbaya finisaay dumarka qul waxaatina allahu allah yuftiikum idin fidiyona ya fiihinna waanka xaaladooda iyo xuquuqdooda waa la ino soo sheegay wama shayna idin fidiyon oo quraanka ah yutla lagu dul aqriya aleikum dushina fil kitab kitabka oo aayada ina soo martay ah fi yataman nisaay haweenka kuwa aqoonta ah الله تيها قبله لا تتونهن إذا سينين لا تتونهن إذا سينين ما كتب لهن وحلو واجبه وقبل إنت هذي إذن عجب قلين ويدو إنت هاد مهركو حدام بإذن حاسس مكاد قنين سعاد حوله هذا وقادتان هذي كلان النبات كقادة نيسان ووح جاهيل قول هاوين وترقبون واضنع عيسان أن تنكحوهن إنا تقورستان اللغة مركي ليلة هذو ماذا ترقبا هذي عنكو تلو دوان نعيب haday fi ku talawdana waa jacayl marka waa la gooyaa inta badan mafcuulku markuu ani gasho xarafka jaar waa la gooyaa tarqabuun inay sidan tahayna xadiis ba fasiraya tarqabuun aan inay meesha ka go'an tahay xadiis ba fasiraya ma kutiba lehna wixii loo qoray aydan siineyn wa tarqabuun aad nicibtiin anta kuxuun inaad guursataa markaas aad ninka la ka gadeysaan xoolahoodina saa ku dhaxlaysaa والمستضعفين كوا الضعيف كأنا والذين في ديوضي ومن الولدان عرورتها وأن تقومون هذه شتاة تانود وقمتان ودقاليسان للي تاما أقوانت بالغسي عادل ما وحوله هذا أدسيسان وتككوريسان
markay qaan gaadana aad gacanta ka gelisaan watarqabuna waxa way gabadhii uu ninku gacanta ku hayay oo uu isagu waliga ka aha laakiin meherku u qabanayo yu gabadhii ama ninka la ka gadan ama intii isagu mehersaday yuuna xoolahaadi siinayn usadcafin kuna waa qisay jahiliga jirtayo arruurta iyo haweenka lama dhaxalsiin jirin xoolaha niman gaashaan qaad ahayn waxba dhaxli jirin kuwana waalidiin dardaar miyo waalidiin fidiyooday dhaxalkooda siiyay wama tafcalu waxad fashaan oo min khayrin khayr oo agoonta u sama fashaan sharciga fulisaan gabi ahaan wixii khayr ah oo samaysaan fa inna allaha alla kaana wuxuu ahaaday caliiman kii ogbihi sheyga aad samaysaan waxay ka dhigan tahay allah baa idinka abaalmarin waxa alla wixii khayr ee samaysaan wax idinka haladaadaya ma jira way subxaana wa tacaala wayn imra'atun qof dumarihi khaafad hadday ka baqdo ay ka dareento min baclihaa zawjkeeda nushuusan santaag oo iraadan jeedsi falaa junaaha calayhimaa labada ruux ee isqabta dambi dushooda maaha an yuslixaa inay hagaajiyaan baynahumaa dhexdood sulxan hagaajin iyo heshiisiin wa sulxu sulxugaa khayrun khayr badan wa uxdirat ilanfusu nafta waxaa lagu dabeeceeyey loo xaadiriyey ashuxu baqaynimo waxaynu soo marnay gabadhii oo ninkii ku naashisowday yaynu soo marnay naashisa ku noqotay fabcasu xakaman ilaahi wa xakaman ilaahi taasaasaa lagu xaliyo tan waa ninkii oo gabadhii ka santaagay waa nin saxaabi ah ii tilmaamaysayo gabadh khawla la yidhaah khawla oo ay saclaayeen yuu qabi jiray markaa wuu iska yar gabowday gabadh yar buu guursaday markaa santaag bay ka dareentay ninkii oo aan danaynin uu imaatinka ku yaryahayo aan waxba danka lahayn bay aragtay markaasay nabiga u tawariyay umar waxaad yeeshaa bay tidhi waxaad yeeshaa niyuhu waxbana hayla seexan markaa doontana iimo markaa doontana iska joog laakiin hay furin bay ku tidhi gabadhii Saynab bintu Jamca Sawda bintu Jamca aan ilaahde oo nabiga xaasaskiisa ka mid ahayd nabigu 15 dumar u meheshaday 13 buu la aqal galay 19 baa isugu timid 9 buu ka wafaaday marka gabdhaha gabadha kamid Sawda bintu Jamco gabadh gabowday ahayd yaa waxay ka dareentay nabigu inuu furayo waxay tii Nabiga Ilaahay Muhammad ha i furine waqtigaygii waxaad siisaa Aisha si Aishu siiyay waxay ogeyd inuu Aisha jecel yahay marka hadii ee gabadhii ay ninkii ka dareento dhibaato inay heshiyaan iyadu talaashul sameeyso yaa wanaagsan inuu isaguna sabro oo isqabto oo gabadhan xuquuq badan isku leeyahay waa gabadhii soo wada dhaqmayeene uu u tanaasulo xuquuqdeedii siiyo oo u sabro labada mid ay ku heshiyaan baa heshiyaan kala taga saasa ka fiican way nimraatu qof dumarihi khaafad haday ka baqdo ka dareento min baclihaa zawjkeeda nushuusan santaag nushuuskii ciraadku waxay ku kala duwan yihiin nushuusan waa inuu aad uga fogaado gabadha ciraadana waa inuu wax yar uu ka jeedsado weeyaan hadday ka dareento falaa junaaxa dambi dushooda maaha caliima dushooda maaha an yuslixaa inay hagaajiyaan baynahumaa dhexdooda sulxna hagaajin oo ama gabadhu ay tanaasul samayso tirani oo khiyaar baad leedahay dee laakiin hay furin ama isagu tanaasul sameeyo intuu sabro oo gabadha xuquuqdeedii uu siiyo wasulxu heshiiska khayrun ka khayr badan mina tafruqa in la kala tago heshiiska ka khayr badan sheekh wuxdirat ilanfusu nafta waxaa lagu xaadiriyay oo lagu dabeeceeyay ashuxu marka inuu ninku quuro oo gabadha u sabro way adag tahay gabadhuna inay xuquuqdeedii ka tanaasuso way adag tahay waa bani aadamka dhaqankiisa laakiin inay isu tanaasulaan ya inay kala tagaan ka fiican buu alla leeyahay wuxdirat ilanfusu shuxa way wuxdirat ilanfusu nafta waxaa lagu dabeeceeyay ashuxa baqaylimo way tuxsinu haddaad samafashaan gabadh niman yahow ood gabdhaha u tanaasushaan watattaquu rabbigiin aad ka baqdaan oo ilaaha ka baqdaan fa ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiiran kii ogwey raggiyow sabir gabdhihii haddaad u sabirtaan oo u tanaasushaan oo xuquuqdooda siisaan oo iska adkaysataan uxdirat ilanfusu shuxa nafta waxaa lagu dabeeciyay baqaylimo marka way adag tahay ninku gabadha markuu ka santaago inuu u tanaasulo way adag tahay
لكن هو حالين وهنوني وإن تحسنوا ذات صب فشان وتتقوا كبر ذا ربيين فإن الله عليه كانوا هذا بما تعملون حال في خبير كيوم ولن تستطيعوا ألي سبحانه وتعالى قروا شاء الله نسيني ولن تستطيعوا كريم ميسان أن تعدلوا إن عادل لمس ميسان بين النساء ضمركا ولو حرصتم حتى هدات كد داشان فلا تميلوها إلى النناء كل الميل إلى شعورنا وقبرنا فراها كقادنا وفتذروها أتقبر كدكتان كالمعلقة قبرنا نحلية فرم من أهين وحلن وإن تسلحوا هداد وناجسان دحدين وتتقوا كبغضان ألي فإن الله ألي كانوا هذا غفورا رحيما هوين كوا عادي لما سمي كره حق حبك إيا جعيلك إيا معاملة إيا لما سمي كره لكن هذا ساسو دعضه قبله قبل إهانة كتقينة وقد كيسو حلك هذا سيئو إذن كوا حيدا قلبك ما حكنتان ظاهر كاد حكنتان ذلك قبله كسو قبل والبوقت قادي قدتك مصارف تادي وحادي سيئ jaceylku isagu xaqaba haa hatta jaceylka muamalada jaceylku la socon kara halkay gabadhii intay isku guri joogan nu la muamaloon ba soo ragala taas lagu ma hayso taas qalbiga xukuma waxaad xukunta waa jasadka weyn nabiyullaah muhammad wuxuu yiri aweenkiisa uu qasmi jiray uma kale ahan jirin ilaahay anigu waxaan awooday wa intaas uu ilaahay waxaan awood u lahayn qalbiga hay qaban nabiga kale cali sallallahu alayhi wasallam walam tastadi'u كريم ميسان ما أودان أن تعدلوا إن عادل لما سوى إنسان بين النساء دمرك ولو حرصتم حتى هدات كد داشان فلا تميلوها إلى نينوها كالي حنين قبدي كل الميل إلى شعور قبيهان بقبليها كتقين قلبك نسك السبها هذا وقبله أددالة وفتذروها أدكاء هسيسان كالمعلقة تحرا ونحلية فرمدنا هين قبدي حيلة مؤه نكي حيلة أمأها mana furro ma shay doonto ma tay karto way tusilxu hadaa xaaladda wanaajisan oo dhixdiina wanaajisan wa tattafu ka baqdan oo allah ka yaabtaan fa inna allah la kaan wuxu haday qafuranki dhaafa rahiman oo naxariiso wixii idan awood u lahayn allah wuu ka dhaafa subhanahu wa ta'ala way yatafarqa haday kala tagaan oo labada ruux intee heshiin waayaan kala tagaan yuqnillahu alla wa ghaniyali kullan kullu arko من سعة هودن تنمدي سكاق نيال وكان الله الله وحوه هذا واسعا فضله فضل جيسك واسعا حكيما أولا كسن لبدي دمر لبدي حاس إسو حاس كاهي دي اسكاقل بيوانا كسينه أي كلفات حيثان وكالتغان الله وحوه يبوهي إنه قبردي ننكو فلانو إسعيليهن هشو إساونا قبردي إسعيليهن إنه هلا بصورة قلبه أدو بقول كيب بقول معها لكن إلهي عدد الشخص كدرته لبدي كلا تكتئ إنه إلهي أي كلا الرئيسان أو مذول بمال وجيء حسن وحنا ملاين حسن بن علي بوها نبايرو إنه فقير بان مركزور جورسو صورة النور هداد فقير تاعي إسكا جورسو مركو جورس ذي بويري فقير كوا إجو سديمون مركز يعني إدي بور فور مركز محاطة أو تربى لا يريو آيات دي جورسان إدي إلهي بعيد غني يلي ويشقين ويدبون بل هذا نتن هب مرسلان يقول بل إنه شقيزة وعجيب واي وين يتفرق هاي ضيك على التجان يغني الله ألا وغني يالي كلهم كل أركو أو من مساعة هذين النمديس يثق جيسو كغني يالي وكان الله ألا وهذا واسع فضله فضل جيسو كبلارين يعني حكيما أو فلسا ولله الله وحاسوغنا ذي ما في السماوات السماء وحاسوغن وما في الأرض أرض وحاسوغن الله ما يسكال إلا ليه مجيب إله سامام الكالي والغد والسينة وان أدر دارني الذين كي أوتوا الكتاب الكتاب كالسيي من قبلكم إذن كهرتين يهودي النصارى إيو إياكم إذن كبا أن اتقوا الله الله كبقى أي اتقوا الله وي أنت سوا أي وي ومفعول كاسا يا قدر ما يفعل كدر ما الله وحليه إذن كي يددك إذن كهر ييبا تقوض الله نقدر دارنا ولقد وسينا وان قدر دارنا الذين كوي اوتوا الكتاب كتاب كلاسيي ومن قبلكم اذنك ان كهريه ايو اياكم اذنك بان اتقوا الله ورلك بقى وان تكفروا هداد قالوده فان لله الله وحا اسغناده ما في السماوات السماء وحا كسغن وما في الارض ارض وحا كسغن
وكان الله الله هذا غنيا كي هذانا حميدا أو مهتصن والله معنا الله وحنا كي يلي مسامون هداد قالوا ذا إنه أمر كقادم ويدان إلى حمد يسيب الدين دياريين أو إذا كجحدا كليين الله كبقدان تاد الله كبق ويدان وتقالوا ذا إلى يحبه إنكم أفضل يوم إلى وإذا كمار ما وين ولقد وسئنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إياكم أن تتقوا الله وإن تكفروا هداد قالوا ذا فإن لله الله وحاسبنا ما في السماوات وما في الأرض وكان الله الله هذا غنيا كي هذا حميدا أو مهتم ولبه ولله الله وحاسبنا والوعل عليه ما في السماوات السماوات وحاسبنا وما في الأرض أرض وحاسبنا وكفى بالله الله وكفلا وكيلا مسؤول أهان أحد لتلا سارته أحد وحمامله الله وكفلا وما بهند مامل كلي تلا عد كله تلا سارنه الله وكفلا وكان الله الله وحاسبنا وكفى بالله الله بكفلا وكيلا مسؤول أهان إن يشهدوا دونه يذهبكم بإذن بابين بإذن تكسين أيها الناس ضدك يوم لذلك رواي ويأتي وحو الله إمن بآخرين كوكلا وكان الله الله وحو أهدي على ذلك قديرا كي كرين تابا قال لي في أيمان غير أن الدام مركي صوم في أيمان دقال لغم قبصنين إلا الشام دقال بألغو قبصنين لكن يمن دقال لغم قبصنين غير خزايا وغير الندامة إذن كون قوم ما يهوج منا إذن قارن يسوع مسلمين مركب وعدت كاس وكله قوم هذا بالنبي سلمان الفارسي بأكتوبر وعيد وكان قوم كذا قوة في عنا اللي كاني دوناي وكم قوم كذا سلمان الفارسي بقول شام مركا هي يمن وحيكون كل دون شام دجال بالغو قالين شام تون خرافات بدن ملهين ودي وهم بيعبدوا شيرين خرافات ضبي وهم عبدوا شيرين dagaal baan loo galay marka diinta way ku adag yihiin reeshaan aqeedadoodu waa saxbay u badan tahay laakiin reey yamaneed sideen oo kale wayo si sahlan bu diintu u soo gasho marka kuma adka diinta xamaasadiba kama hayso waa sideen oo kale way ilaa inagu yaman bayno nahay isku mid bayna fadiyad bay ino dhaxayso allah wuxuu leeyahay in ya shahadu doono yidhibkum allah wuu idin tagsiin ayuha naasu dadkano wayati wuxuu la iman bi aakhariina kuwa kale wa kana allah allah wuxuu ahaday على ذلك قديرا كي كرا أرنتها إنه إذن كإذن بابيك هو إذن كفي عنا كانوا هو كرا الله سبحانه وتعالى ونبي الله محمد مركو مكتشوغي قريش مركي ديدي مدينة مركو تقبي وحو هلي تدقى عنقبتها وبقول كي وبقول مسلمة وعاصمة دي إلا مركي وارن النبي قد دقال لما أمرين مركو مدينة مكتشوغي وذين اللي ذين يقاتلون بأنهم ظلموا ضد لباب بقول كير markii horena Mus'ab bin Umayr yasi tagay oo markay nasaarad ansaartu yimaadaan toddobaadkan wakiil nabiga uu leeyahay isagoo Madiina Islaamku inta badan Islaam yahay hareeraheeda mooyaane oo hareeraheeda gaarin 200 dad ka yar buu nabigu kala hijrooday Makkah Makkah waxay noqotay Madiina waxay noqotay saldhigii Islaamka Makkah sa dagaalkii la fasaxay markii reer Makkah nabiga diideen kuwaas ayaa ugu bedelay ويأتي وحول الله إيمان إن يشيدهبكم وإذن بابئين أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قدير كي كروي من كان قفك يريد كي دوني ثواب الدنيا أدوية ثواب كذا خيرات كذا فعند الله الله حاء ثواب الدنيا والآخرة آيات وحيت الماميسة تدك هنك يري شقد أي قبنا يعني وحي قبنا يعني أدون كي دوني بل محاك حيقا adduuniga aakhirada sawaabka Allah haysay labadaba may doonaan waxa u diiday ilaa labadi waa isku mid labadaba Allah haya marka haday adduunyo Allah kaliya haday Allah adduunyo kaliya ka doonayaan tan kale may ka doonaan iyadan ilaa labadiba Allah baa leh waa isku mid man kaana qofkii ay yiriidu ki doonayo sawaab adduunya adduunyada sawaabkeeda amalka uu qabanayo adduunyada uu rabaa inuu ku raaxiso fa indallahi Allah akisa waha sawaab adduunya wal aakhirah آخرية أدوم بثواب كذا الله هي هي أجري عمل كان أتقبلنا إيش ثواب كيسة لبده بهدو الله هي محاطن كوكو قبصي ما ترى وقت لبسته وكان الله الله وحوا هذا سميعا كيم مغله وحل وحي مغل كسوروبي بصيرا أو أركا وحل سميعا يا بصيرا ولذا معتزلة ديه سفابا مصرقان لكن قولوا معتزلة إن يتكدروا يا سميع يا بصير سوى هذا نوع علم بيليه مع الله سميع يا بصر مثل ملك هو علم بيليه هذا ومعتزلة أقوم هو كسر يرسك يا إناس المعتزلة اللي المعتزلة ابن كلابي
والله سبحانه وتعالى.